النهاردة متعددة المهام، أم بدرجة امتياز، نائبة في البرلمان بدرجة كفء، متخصصة في الفلسفة الإسلامية والعقيدة بدرجة أستاذ بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. حوى النهاردة الدكتورة أمنة نصير. تعددت مناصبها العليا واختلافها جعل آرائها دايما مثيرة للجدل. دكتورة أمنة نصير، أهلا بيكي. أهلا بيكي، أنا مبسوطة بالتعريف مثيرة للجدل. بسم الله الرحمن الرحيم. عارفة ليه يا شيرين آرائي مثيرة للجدل؟ لأني دائما من يفكر وأستاذ الفلسفة بالذات دائما ينظر لمدى بعيد. اسمحي لي يا دكتورة أمنة إن احنا نرجع من البداية للنشأة. نعم. وتحديدا نشأة الفتاة في الصعيد، وده يمكن من أصعب يعني يمكن أصعب مكان ممكن تنشأ فيه أي أنثى. إزاي قدرت دكتورة أمنة أنها تتحدى كل العادات والتقاليد وتقدر توصل للي وصلت له دلوقتي؟ هو الحقيقة يعني عشان كده قلت لك مثيرة للجدل دي مهمة جدا. صحيح. لأن أنا كنت طفلة غير طبيعية حقيقي، يعني واحدة طفلة عمرها 8 سنين وتقف أمام والدها كبير عائلة النصير وتقول له لا أنا مش هقعد في البيت، أنا عايز أكمل تعليم. والكلام ده كان سنة 52، يعني لا كان في تعليم للبنت ولا كان البنت لها صوت من أصله. فطلبت هذا المطلب من والدي، فضحك كده وبص لي باستخفاف قلقان عليا، فيها إيه البنت دي؟ فقال لي طب ما أنا أمنة بتاع الجرايد، كل يوم بيجيب لك الجرايد والمجلات وبقيتي ما شاء الله بتقري وتكتبي زي الفل، تعليم ايه تاني؟ احنا عندنا بلد يا امنه تتعلم، ما انت خلاص خلصت مدرسه البلد هنا، فاضل لك سنه وتوصلي لسنه رابعه وخلاص نتقعدي نكبرك ونجوزك وخلاص. طبعا هذه الكلمات كانت كالصاعقه على الطفله دي، تقول لا مش هقعد في البيت، انا عايزه اكمل تعليم. اخذنا على قد عقلي، قال ده طفله يعني من الجرايد اللي بتقراها والمجلات اوجدت عندها حاله من التطلع الغير واقعي لحياتنا. أمضيت سنة كاملة بعد ما خلصت سنة رابعة وأنا في حالة خصام مع البيت كله. المهم إن أنا بعد هذه السنة استنجدت بنظر المدرسة اللي هو كان فخور بيا جدا، وكان ياخدني وأنا في سنة تانية أقرأ لسنة رابعة، ويعني لمس فيا تقدم ونبوغ خاص. فبعت له مع أحد أبناء إخوتي قال له أمنة عايزاك يا سيادة الناصر. الراجل قال قال لي في، انا قلت له عايزه اكمل تعليم، فضحك قال لي يا بنتي انت بتفكري لقدام قوي وهو ابوك هيوافق. المهم قال له مع هذا انا هاجي له بالليل. قال له بص يا عم الحاج انا هدخلها لك مدرسه داخلي مفيش مخلوق يشوفها ومحدش تخرج ابدا الا انت لما تروح تاخدها من المدرسه للبيت في الاجازه، غير كده محدش هيشوفها. هو طبعا الناظر فهم تقاليدنا وثقافتنا، جاء له على الوتر الهام. سابوني على هذا الموضوع 3-4 شهور في جدال ومناكفة واستنجد بالناس المتحضرين في العيلة، إلى أن تم أن أنا أدخل قدمني في الأمريكان ميشن سكول اللي هي المدرسة الأمريكية بأصل، ودخلني داخلي بوردر. في هذه المدرسة مكست فيها 12 سنة. دكتورة أمنة، بس قبل ما ندخل في دراسة حضرتك في المدرسة، الأول يمكن البيت والأسرة هم أساس أو ليهم دور كبير في تكوين شخصية أي إنسان. إيه شكل البيت وإيه معاملة الأسرة اللي ربت دكتورة أمنة؟ أقول لك أنا تربيت في أسرة ميسورة الحال جدا. كبير العائلة والدي، بيت أبويا ده كان ملتقى العيلة بأكملها في الأفراح وفي الأتراح. كان يتعاملوا معانا ان احنا بنات كبير العيله، في هنا برستيج ادبي عالي جدا، في احساس يعني الاقتدار، احساس بالعزه الهانم. ده البيئه اللي تربيت فيها. ما في شك ان البيئه اللي ينشا فيها الانسان تلازمه لاخر العمر، يعني لاخر هذه المرحله العمريه لا اذكر ان انا اشتهيت حاجه او نفسي في حاجه، لا اذكر ان انا اترخص في شيء، لا أذكر إن أنا أنسى إن أنا بنت محمد نصير، ما أقدرش أنسى كده. ويمكن ده بقي ملازم معي إلى هذه المرحلة، حتى أن بعض الناس
يصوروا يقولك أنا نسير متكبرة. لا، استغفر الله العظيم، أنا لست متكبرة، أنا أعتز بشخصيتي، أعتز بنشأتي، أعتز بجذوري، أعتز بوضع العائلي، ولذلك لا أتحمل أن يكون هناك رد فيه التبسيط زيادة عن اللازم، أصد على طول وبأدب. وهكذا تربيت في بيت أنني لا أتعامل مع الكلمات النابية أو لا أتعامل مع الكلمات الرخيصة أبداً أبداً. دكتورة أمنة، مزيج من الثقافات في الطفولة مختلفة. صحيح. يمكن الدراسة في مدرسة أمريكية وبعدين دلوقتي التدريس في جامعة الأزهر. نعم. إزاي نقدر نربط ما بين الاثنين؟ شوفي، التنوع الثقافي والتنوع البيئي هو اللي جعل أمنة نصير اللي أمامكم في هذا العصر. لأن في الأمريكان اتعودت على الجدية جدا، مهما أقول لك هذه المدرسة في زماني وفي عصري كانت مدرسة منضبطة، تعليم يعني ما أحلمش أشوف أحفادي وأولادي يتعلموا بالطريقة اللي تعلمت بيها. كلمة الأزهر الشريف دي يعني كانت لها صدى حلو عند والدي، وافق إن أنا أتعين في الأزهر الشريف. الله يرحمها الدكتورة زينب عصمت راشد عميدة الكليات في وقتها، قالت لي بصي يا أمنة، احنا كلية ناشئة، كان لسه أول سنة يخرجوا في فرع البنات، خليكي زي ما انت في عين شمس وخلاص تعينك هنا في الأزهر مفيش مشكلة. وصرت بالمسارين، وده كان تنوع أعطاني الكثير من الإيجابيات. اللي التقط هذه الإيجابية إن أنا في الأزهر وإن أنا بعمل في عين شمس دراستي، المشرف لي رحمة الله عليه الدكتور رشاد سالم، قال لي بما أني تتعينت في الأزهر إحنا هنخليك تاخد الخط السلفي اللي هو خاص بالعلوم بتاعة الأزهر. فأخدت بقى بالفرج بن الجوزي، وده موسوعة القرن السادس الهجري، وأهم شخصية بعد الإمام أحمد بن حنبل في هذا الفكر، وده شيخ ابن تيمية وشيخ شمس الدين ابن القيم الجوزية، اللي كثير من الناس تخلط ما بين الشيخ وما بين التلميذ اللي هو شمس الدين. لأول مرة جبت الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن بصار جه ناقشني في بنات عين شمس في رسالة الماجستير عن أبو الفرج ابن الجوزي. هنا ابن الجوزي الحقيقة أخذني إلى أقول لك الموسوعة الإسلامية بمعنى الكلمة، أخذني للتفسير وللفقه وللحديث وللفلسفة الإسلامية وللثقافة المسلم، ولرسالة الدكتوراه عن ابن عبد الوهاب، عن محمد ابن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة. فأخذت هذا الخط السلفي الحنبلي بأرقى صور تعاملت بيها وبأرقى ثقافة توصلت إليها، وأخذت الرسالتين الحمد لله، وأخذت الرسالتين بمرتبة الشرف الأولى. بدأ بقى تراثي وكتبي 55 كتاب، ودرست في أوروبا في جامعة لايدن، برضو وجود اللغة عندي كانت مكسب كبير كما يلقبونني هناك سفيرة الإسلام في أوروبا. طيب، ومرحلة الارتباط والزواج في حياة دكتورة أمنة نصير؟ الحقيقة أعطيتهم يعني كل وقتي، يعني مش من الطبيعي أن الزوج يكون حريص على نجاح الزوجة ويدعمها، ده مش طبيعي دلوقتي. كان إيه مشاعر المستشار زوج حضرتك؟ هو الحقيقة لم، بالعكس كان عوني كبير لي في أثناء كتابات الرسالات الماجستير والدكتوراه. أنا لم أقصر لا في حقه كزوج ولم أقصر في حق أولادي، حتى أولادي دلوقتي ممكن تسمعوها منهم يقول إحنا بنندهش لك يا أمي قد إيه أنت كنت بتألفي كتب وبتدرسي في الجامعة، وخلصت أنا خلصت الدكتوراه وأنا متجوزة، لكن الماجستير خلصتها قبل ما أجيب العيال. طيب، وتخصص الفلسفة إزاي شكلت الفلسفة في فلسفة الدكتورة أمنة نصير؟ أعطيتني احترام العقل، احترام الإنسان، احترام العمل، التفكير السابق لأوان، ابتهال ودعاء وشيماء ومستشار محمد، سرويتي خير سرويتي الحقيقية، خير خلف لخير أم. الحمد لله. إزاي قدرتي حضرتك تربيهم تربية تساعدهم إن هم يوصلوا لأعلى المناصب والمراتب في وسط حالة الانشغال؟ لا، اسمعي منهم، عمري ما انشغلت عنهم، أنا انشغلت عن نفسي فقط، لكن لم أنشغل لا عن والدهم ولا عنهم. طب وإيه بقى موضوع الأسماء؟ يعني إن كل ابن وابنة
كل واحده ليها مناسبه. ابتهال ولدتها 2 رمضان، وكان اول سنه الله يرحمه السيد المقشبندي يقول ابتهالات رمضان، فسميناها ابتهال. دعاء ولدتها يوم الاسراء والمعراج سميتها دعاء. بالنسبه لمحمد انا والدي رحمه الله عليه، انا كان معايا بنتين وكحال الصعايده بقى نفسهم في الولد، فاذكر والدي وانا ما كنتش حتى عارفه ان كنت حامل او لا، طلبني في التليفون وقال لي يا امنه انت حامل؟ قلت له مش يقيني. قال لي طيب انت حامل وهتجيبي ولد وهتسميه محمد. انا امبارح حلمت بالليل وقفت كده في ردهه البيت اصفق على يدي واقول محمد ابن امنه، فلو جبت ولد يا امنه سميه محمد. انا كان نفسي اسمي احمد على فكره. فحتى لما جه محمد يعني المستشار قال لي لا دي يعني نبوءة عمي، لازم نحن نسميه زي ما قال باباكي ان بنتي جبت محمد وهيسمى محمد. بالنسبة لشيماء احنا كان عندنا مؤتمر بنتكلم عن النساء حول الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، فانا اخترت شخصية شيماء عندما يحتفي بها واللي رضع من امها ويفرش لها بردته ويرحب بيها، فأنا أخذت شخصية شيماء من هذا البحث. جات بقى الست شيماء نورتنا فسميتها الشيماء، وحتى مش شيماء، الشيماء زي ما كتبت البحث في اسم الشيماء بنت حليمة السعدية. توليتي منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر بالأسكندرية 10 سنين، وكمان أستاذ زائر في جامعة لايدن في هولندا، وفي جامعة في الأكاديمية الإسلامية في النمسا. من بين القضايا اللي ليكي فيها آراء بارزة قضايا تعدد الزوجات واختان الإناث والرحم البديل والطب المساعد. نعم ده قضايا كثيرة ده تحتاج لساعات. هو باختصار برضو من منطلق اهتمامي بإنسانية الإنسان، يعني نقدر نقول ان اراء حضرتك مثيره للجدل بسبب اتجاه بسبق زماني، بس هي دي مشكلتي على فكره. حتى من طفولتي انا اعرف شرعي جيدا، ربنا منحني نور العقل ومنحني نور العقيده، هل يوجد اعظم من هذين الامرين او هاتين الالتين؟ يعني فيما سالت لا ضرر ولا ضرار في قضيه ان المراه لا تهان في اخر حياتها وخصوصا المراه المتفرغه، انني ايضا في الرحم البديل أنا تكلمت برضو أيضا في قضايا في منتهى الانضباط في وقتها. الحياة الزوجية لابد أن الرجل يدرك قيمة تكريم المرأة، رب العزة اللي قال مش أنا، فإمساك بمعروف. المعروف يعني إيه؟ يعني لا يهينها، لا يؤذيها، لا يستكثر عليها نعمة، بأنه دائما يجعل المودة والسكن والرحمة في البيت، أو تسريح بإحسان، وليس التسريح إن أنا ألقي بها في الشارع، إنما الإحسان له مبادئ وله مقومات تختلف عن ذلك. ثم الرجل الذي يعدد بلا حساب أو يعدد لمجرد هذا التذوق الفارغ، هذا أيضا ليس من الشريعة الإسلامية. وربنا سبحانه وتعالى أعطى للرجل باب موارب كده، مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا حتى ولو حرصتم. دكتورة أمنة، بعد عدة أعوام طويلة في الدراسة والتدريس والتعليم والتفقيه والتجديد كمان، الحمد لله، اللي يجعل من يعني اللي يجعل حضرتك تتجهي في غمار السياسة عن طريق عضوية البرلمان الحالي؟ والله أنا عمر السياسة ما كانتش في اهتماماتي، أنا أستاذ فلسفة ومعلم في المدرج بمعنى الكلمة، إنما هي دعيت إليها من شخص كريم الدكتور كمال الجنزوري، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، هو اللي استدعاني على التليفون ويا دكتورة إحنا عايزينك تكوني مع مجموعة من المحبين لمصر أن تكوني ظهير لقضايا هذا البلد. فحتى كان تعبيري يا دكتور كمال أنا مالي ومال السياسة ومال البرلمان، قال لي أنت أستاذ فلسفة، الفلسفة ما هي إلا سياسة. لا يا دكتورة اديني كلمة، أنا عارف أن أنت ست صعيدية وتحترم الكلمة. قلت له مصر عايزاك، أنا فاكرة الجملة كويس أوي، قلت له مصر على عيني وراسي، لا أستطيع أن أقول لها إلا أنت على عيني وعلى رأسي. فرد علي اوعي تخزيني، قلت له لا يمكن أن يكون. أمنة نصير امرأة حديدية جداً.
تحب الوصف ده ولا المرأة مرأة حتى لو تقلدت أعلى لا المناصب؟ لا أنا سيدة جادة. كون إن أنا أشبه بالحديد أنا مش سهلة أنساني صحيح، ولذلك لا أكره هذا الوصف، لأني فعلا أنا لا أنثاني من غضب أو من نقد، ينقض ما يشاءون ولا أقول شيء إلا بعد دراسة متعمقة. حضرتك تقولي إيه للسيدات اللي بترضخ للعادات والتقاليد يعني على حسابها على حساب نفسها؟ لا حتى هو لو ده كانت نوع من الضعف. ما بتقتنعش بالأمور دي، هذا ضعف ومرض موروث، أن دائما النظرة للمرأة أنها الجانب الأضعف أو الجانب الذي هو يطقطق رأسه، وده أغضب منه كثيرا. وأكره المرأة برضو المتنطعة المستأوية، لا لا إحنا نتوازن، نتوازن بمعنى كلمة التوازن، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، إحنا أمة وسط، فيجب على المرأة والرجل التوازن، لأن ده لب شريعتنا ولب عقيدتنا، نتوازن. دكتورة أمنة، حضرتك حريصة تقولي إيه دايما لأبنائك؟ دعاء وابتهال وشيماء والمستشار محمد، كونوا دائما على الحق والحقيقة، لا تنخدعوا بالمجاملة ولا تضطربوا بالنقد والهجوم، إنما راقبوا المولى وحده سبحانه وتعالى واختاروا ما هو مناسب ويصلح لدنياكم وأخراكم. نقدر نقول إن ابن الوز عوام ولا بنت الوز خدت مكان تاني مختلف تماما عن دكتورة أمنة نصير؟ حواء معايا دلوقتي هي الابنة الكبرى للدكتورة أمنة نصير، الدكتور ابتهال الدمرداش. اهلا بيكي. اهلا وسهلا بيكي، كل عام وانتم بخير. نقدر نقول ان ابن الوز عوام ولا بنت الوز خدت مكان تاني مختلف تماما عن دكتوره امنه نصير؟ لا هو الحقيقه انا يعني اكتر واحده في اخواتي اخذت طريق ماما من ناحيه العمل الاكاديمي، ان انا اخوض العمل الاكاديمي لحد ما اوصل استاذ بالجامعه. لكن انا اختلفت عن ماما وعن والدي وعن اخواتي كلهم، ان انا اخترت تخصص مختلف عنهم خالص، تخصص علمي، وهو مجال الصيدلة. وده يمكن لأن أنا كنت أميل في حبي للعلوم العلمية، يعني حقيقة ماما كانت دايما بتسيب لنا الحرية في إن احنا نختار التخصص اللي احنا عاوزينه. يعني إيه تكوني ابنة الدكتورة أمنة نصير؟ وإيه اللي زرعته فيكي؟ لا يعني إيه أكون بنت الدكتورة أمنة نصير؟ دي حاجة كبيرة قوي، مش بس لأنها والدتي. الدكتورة أمنة بجد نموذج للمرأة الناجحة كأم والناجحة كأستاذة في الجامعة، اللي بيتمثل فيها عدد من الصفات والأخلاقيات الحقيقة إحنا في زماننا دلوقتي بنفتقدها جدا. لكن أنك تكوني بنت دكتورة أمنة نصير ودكتورة ناجحة نجاح كبير في مجالها، ده ما شجعكيش أن أنت تتجهي في نفس المجال؟ لا هو شجعني أن أنا أنجح بس في المجال اللي أنا عاوزاه، يعني الحمد لله أنا حققت نجاح كتير في مجال تخصصي كعلم أدوية وسموم كأستاذ في كلية الصيدلة جامعة عين شمس. يمكن ده كمان بسبب أنها زرعت فيكم الاستقلالية في القرار؟ طبعا كانت دايما بتدينا حرية الاختيار، يعني هي دايما بتوضح لنا وجهة نظرها، لكن عم ماما ما كانت بتفرض علينا اختيار حاجة معينة. يعني أنا أذكر يعني موقف صغير في الثانوية العامة، وقت ما جيت أكتب رغباتي والدي كان بيحاول يضغط علي بأي طريقة إن أنا أحط رغبات الطب الأول، فماما كانت دايما تقول سيبها تختار الكليه اللي عاوزاها، بس المهم الحاجه اللي تختاريها تنبغي فيها. وفعلا وقتها انا وعدت والدي اني هكون استاذ في كليه الصيدله، وقد كان الحمد لله. واصبحتي استاذ في كليه الصيدله. على فكره انا اعتبر اصغر استاذ فارماكولوجي في مصر، يعني انا وقت ما اترقيت استاذ في 2/11/2011 كنت اصغر استاذ فارماكولوجي في مصر. دكتوره امنه نصير، بتاخدي ايه من موروث دكتوره امنه نصير معاكي في الشغل كل يوم؟ طيب عشان اقول باخد ايه، باخد حاجات كتيره جدا، لكن انا ممكن اختصرها بجمله صغيره قوي. من اهم اسباب النجاح العمل بلا كلل، او انك تعيش حياتك في الدنيا بلا كلل. اكتر حاجه بتميز الدكتوره أمنة انها كانت مثابره طول الوقت، مفيش مشكله قدامها هتفضل هتتحل، يعني هتتحل، ودي انا اتعلمتها من ماما. ودايما عودتنا نعتمد على انفسنا حقيقه، يعني ماما دايما عمرها ما اتعودت انها لازم تروح توصي علينا، لا اشتغل وذاكر واعمل اللي عليك، لكن لما تقع في مشكله يعني محتاجه وقتها للتدخل تبدا تتدخل، لكن غير كده كانت دايما سايبانا نعتمد على انفسنا. لكل عصر نجومه ومستجداته، المقوله دي للدكتوره امنه نصير،
ازاي اثرت المقوله دي عليكي في مشوار حياتك؟ يعني هو اقدر اقول هو كل عصر ليه معطياته ليه تحديات. يعني احنا بنختلف من وقت للتاني، يعني مثلا اولادنا دلوقتي لما بنربيهم في حاجات ممكن تختلف عما احنا كنا بنطبع عليه، مش لان اللي كنا بنطبع عليه غلط، ولكن معطيات الحياه دلوقتي مختلفه. يعني احنا كنا مثلا امثله بسيطه جدا، احنا كنا زمان الساعه 10 بالليل التلفزيون بيتقفل خلاص والكل بينام. دلوقتي هم ما عندهمش التلفزيون بس، عندهم التابلت، عندهم الاكس بوكس، فطبعا بيفضل ندخل في نقاش مع بعض. ان يعني اللي انا عايز اقوله ان احنا اصبحنا في معطيات في حياتنا دلوقتي بتختلف عن اللي قبل كده. المطلوب ان احنا دايما نتعامل مع المعطيات الجديده. انت درستي الاول في جامعه القاهره وبعدين درستي فيها فتره ثم استقلتي. بالظبط كده. كان ايه سبب الاستقاله؟ هقول لك، انا والدتي كانت وقتها عميد كليه الدراسات الاسلاميه في جامعه الازهر، وبالمناسبه هي كانت اول سيده عميده لهذه الكليه. وقتها كان رئيس الجامعه الدكتور عبد الفتاح الشيخ رحمه الله عليه، كان رئيس الجامعه. وكانت بعد يعني ما اشتغلت في القاهره بسنه تقريبا فتحت صيدله الازهر بلد. فعرض على الدكتوره امنه وقال لها يا دكتوره ايه المانع تنقلي بنتك عندنا؟ احنا عايزين نطعم الكليه من الاول بنماذج ناجحه. ماما لما اقترحت عليا الاقتراح في الاول الحقيقه انا كنت رافضه، لان انا كليتي انا بعشقها وسعيده فيها من وانا كنت طالبه. فكانت الفكره بالنسبه لي غريبه. الى ان وقتها كان مطلوب مني اتحاد مواد اسلاميه، فانا يعني تقبلت اني اتقدم بالورق الاول دون يعني قرار نهائي ان انا هنقل. فعلا امتحنت المواد الاسلاميه وبدون علم احد ان انا بنت الدكتور امنه، لان ماما كانت في موضوع حساسه جدا. بعد ما خلصت المواد الاسلاميه كان مطلوب مني حاجه من اتنين، يا اما اني استقيل من القاهره واروح الازهر، يا اما خلاص. فوقتها قبلت في قسم غير القسم اللي كنت مقدماه كرغبه اولى، اتقبلت في الرغبه الثانيه، رغم اني انا كنت اعلى مجموع في كل المتقدمين. فانا كنت مستغربه ليه. كان وقتها نائب رئيس الجامعه الدكتور حسين عويضه. فلما عرف راجع الوقت تاني عايز يفهم ايه ازاي اتقبلت في الرغبه الثانيه، فلقوا ان السبب ان الازهر بياخدوا السن الاكبر وليس الاصغر. فانا كنت السن الاصغر فقبلوني في الرغبه الثانيه. فطلبت منه ان انا اقابل رئيس القسم وقتها. كان وقتها الدكتور فريد حماده رحمه الله عليه كان نائب رئيس جامعه الازهر قبل ما توفى. الحقيقه بعد مقابلتي دي اخذت قرار حاسم ان انا انقل، لاني حسيت ان مع هذا الاستاذ انا هتعلم بحث علمي بجد. وفعلا دي كانت نقطه التحول الحقيقي في حياتي. معرفتي بالدكتور فريد اول من حصلت على ماجستير من في كليه صيدله البنك من جامعه الازهر. بالظبط كده. لكن ايه الحاجه اللي نفسك تقوليها لدكتوره امنه؟ أمنة نصير وما قلتيهاش ليها قبل كده. بقول لها يعني يا ماما ربنا يحميكي، لأنك أنت وقفتي في مواقف كتير جدا جادة، خصوصا في الفترة الأخيرة وفي الحالة السياسية اللي كانت فيها البلد، وده كان بيخليني دايما أخاف عليكي. لكن رغم الخوف ببقى فخورة بيكي، وخصوصا لما بسمع الناس وهم بيحيوني على مواقفها الجادة، وإن هي شجاعتها ما بتمنحهاش إنها تقول كلمة الحق مهما كانت الظروف، مهما كانت التهديدات اللي قدامها. بعيدا بقى عن كل التنوع الدراسي اللي في البيت، يعني فلسفه ودراسات اسلاميه وصيدله وقانون، انت اخترتي تحديدا كليه اداب جامعه عين شمس. الابنه الصغرى ودايما اخر العنقود، يعني كل الاهتمام والرعايه، الدكتوره الشيماء دمرداش، اهلا بك. اهلا وسهلا. بعيدا بقى عن كل التنوع الدراسي اللي في البيت، يعني فلسفه ودراسات اسلاميه وصيدله وقانون، انت اخترتي تحديدا كليه اداب جامعه عين شمس، ايه السبب بقى ان انت تختاري مجال مختلف تماما او دراسه مختلفه تماما عن اللي في البيت؟ بدايه هي مش مختلفه تماما، لان والدتي بنات عين شمس برضو تخصصها يعني يجي على كليه اداب. انا اخترت اداب عين شمس تحديدا لان كان اصحابي فيها، ده حقيقي. ان انا اول ما رحت كنت في مستنيه ان انا اكون مع اصحابي كلهم، رايحين فين؟ رايحين كليه اداب، وكان شيء بالنسبه لي ممتع جدا ان ابقى مع اصدقائي. استمريت بعد كده لان حبيت الكليه، يعني كملت اداب عين شمس قسم لغات شرقيه لغايه ما اخذت الليسانس من هناك بتقدير جيد، وبعدين سافرت ادنبرا اخذت ماجستير من هناك في دراسات اسلاميه وشرق اوسطيه. فانا ما بعدتش كتير، يعني اتجهتي تاني بالظبط. فانا لفيت ورجعت تاني للدكتوره امنه. بالظبط كده. عشان كده بقول لك انا ما بعدتش، انا موجوده في نفس المجال. طيب وبتشتغلي كمان في مكتبه الاسكندريه؟ تمام. انا لما رجعت من ادنبرا اخذت دكتوراه من اداب عين شمس تاني.
في نظرية اسمها نظرية ولاية الفقيه مقارنة بنظرية أهل الحل والعقد. فأنا ما زلت برضو في مجال الدراسات الإسلامية وبعمل في مكتبة الإسكندرية كبير باحثين، كنت لمركز دراسات الحضارة الإسلامية إلى أن انتقلت للمكتب الفني لمدير مكتبة الإسكندرية. طب وإيه اللي أضافه ليك المكان كمكتبة إسكندرية واللي أضفتي لي كمان؟ مكتبة إسكندرية صرح هائل، صرح هائل. هو مؤسسة مصرية خالصة ولكنها بمعايير دولية، هي حلقة الوصل ما بين الثقافة المصرية والعلوم المصرية والعلوم الخارجية. أقدر أقول إن ما ليهاش نظير كتير في الشرق الأوسط، فأضافت ليا كتير جدا. ما أعرفش أقول أضفت إيه المكتبة، لأن في أنت نقطة في بحر غزير، ففخورة دايما إن أنا بنتمي لهذا الكيان العظيم. طب أنت قعدتي في يعني قعدتي برا مصر فترة مش قليلة، ده ما أثرش على التعليم ويعني والدروس اللي اديتها لك دكتورة أمنة؟ أنا قعدت 4.5 سنين في اسكتلندا، استفدت كتير من الثقافة الأوروبية مع القيم اللي متأصلة عندي من الدكتورة أمنة. لازم نفهم حاجة، إن الإسلام يصلح لكل العصور، وثقافتنا الإسلامية ما تتعارضش خالص مع التقدم الغربي، هي احنا اللي نخليها تتعارض لو بصينا الجزئية فقط في الغرب وقلنا ان ده الغرب فقط. لا، الغرب فيه علم وثقافة وفن ودراسة، مش كده احنا بنروح، ما تقدرش نظلمه ونقول ان هو كله سيء، زي ما الشرق مش كله سيء. احنا المفروض كل واحد فينا هيسافر يتعلم او يدرس يجي من بره محمل بثقافات اخرى يعرف يدمجها بثقافتنا العربية. ده اعتقد رساله دكتورة امنه زرعتها فينا، والحمد لله ان احنا بنحققها يعني. طب ودكتور محمد عبد الكريم الاستاذ بكليه هندسه، تمام، بيمثل ايه؟ عبد الكريم زوجي الجميل وابو اولادي علي وعمار واحمد وليلى، سندي في رحله الحياه اللي مش قصيره قوي على فكره. انا متجوزه وانا كان عندي 19 سنه وبدات معاه وانا اعتبر طفله، 19 سنة انت لسه ما شفتيش كتير من الدنيا، فانا شفت الدنيا معاه. ده حقيقي.